بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عفوا، في هذه الحلقة بإذن الله سنعالج موضوعا مقترحا كاختبار للفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط ومع هذه الوضعية الأولى. يقول: لعبة المنطة أو ترامبولين لعبة محبوبة لدى الأطفال بسبب طبيعة اللعبة، والتي تحوي قطعة مطاطية تؤثر عليهم بقوة تسمح لهم بالارتقاء نحو الأعلى ثم العودة مرة إلى اللعبة وهكذا. أولا، ما هي أشكال الطاقة لدى الجمل التالية: الترامبولين والطفل؟ إذن الطاقة التي تخزنها الجمل المذكورة، فلعبة الترامبولين تخزن طاقة كامنة مورونية رمزها OPE، في حين أن اللاعب أو الطفل يخزن طاقة كامنة ثقالية PP. ثانيا، يقول: شكل سلسلتين وظيفية والطاقوية موظفا النموذج الآتي. إذن السلسلة الوظيفية للجملة المقترحة: لدينا ترامبولين تقوم بدفع اللاعب، فذلك يحدث من خلال عملية التقلص، أو نقول أن الفعل فعل الحالة أن هذه اللعبة تتقلص وتتمدد أو تستطيل، تؤدي إلى اندفاع اللاعب، إذن اللاعب يندفع. هذا بالنسبة للسلسلة الوظيفية. الآن نحول هذه السلسلة إلى سلسلة طاقوية. إذن فنفس المكونات: الجملة الأولى هي ترامبولين، والجملة الثانية هي اللاعب، وهنا يكون تحويل ميكانيكي. إذن فالترامبولين تدفع اللاعب، فهو تحويل ميكانيكي. الطاقة المخزنة مثل ما ذكرنا، الفعل تتقلص يوافقه تحويل، أو الطاقة مخزنة هي طاقة كامنة مورونية وتتحول إلى طاقة حركية، والعكس صحيح. اللاعب يندفع، فكذلك هنا الاندفاع هو طاقة حركية، أثناء هذه الحركة يخزن طاقة كامنة ثقالية. بعد ذلك يقول: اكتب نص مبدأ انحفاض الطاقة، ثم مثل الحصيلة الطاقوية الممثلة للجملة طفل أو اللاعب أثناء مرحلة الصعود ثم مرحلة الهبوط. إذن فنص مبدأ انحفاض الطاقة يقول: الطاقة لا تستحدث ولا تزول، إذا اكتسبت جملة طاقة أو فقدتها فإنها بالضرورة تكون قد أخذتها من جملة أخرى أو قدمتها لها. الآن لنمر إلى الحاصلة الطاقوية للاعب أثناء مرحلة الصعود. إذن ما هي أشكال الطاقة التي تتغير؟ فأثناء الصعود كل ما في الأمر، تكون هناك طاقة حركية في أكبر قيمة لها، تتناقص هذه الطاقة الحركية من اللحظة T0، أي من لحظة الاندفاع، لتصل إلى OC0، يعني من قيمة كبرى إلى قيمة دنيا، أي إلى الصفر، يتوقف في لحظتنا عن الحركة، وذلك عند اللحظة T1 عندما يبلغ أعلى أو أقصى ارتفاع له. في نفس الوقت وهو يرتقي ويصعد، يحدث قلنا في نفس الوقت وهو يرتقي ويصعد، والطاقة الحركية تتناقص في ذاك الوقت، في نفس الوقت تكون الطاقة الكامنة الثقالية في تزايد من مستوى صفر إلى أعلى مستوى لها، من OPP 0 إلى OPP 1. إذن هذا أثناء مرحلة الصعود. أثناء مرحلة الهبوط يحدث العكس. إذن فلاحظ،
الطاقة أثناء الهبوط، الطاقة الكامنة الثقلية كانت في أعلى قيمة لها أو أكبر قيمة لها عند اللحظة تي صفر أو تي واحد، ثم تبدأ في التناقص لتنعدم عندما يصل إلى الأرض أو تقارب الصفر عندما يصل إلى سطح اللعبة، وذلك عند اللحظة تي اثنين. كذلك في نفس الوقت تكون الطاقة الحركية في تزايد من اللحظة تي واحد إلى اللحظة تي اثنين، يعني من بداية نزوله، والطاقة الحركية تتزايد إلى أن يرتطم أو يلامس سطح اللعبة فتكون أكبر سرعة له. ننتقل إلى الوضعية الثانية، يقول أتمم الجدول التالي بالوحدات الموافقة لكل تحويل طاقوي. إذا لدينا التحويل الطاقوي معطى بالجول ثم بالكيلووات ساعي ثم بالواط ساعي الآن، وأعطى لنا مقدارين المتعلقين بالتحويل الطاقوي هما الاستطاعة والزمن. عندما يكون التحويل الطاقوي بالجول فإن الاستطاعة تكون معطاة بالواط والزمن يكون بالثانية، في حين أنه حينما يكون التحويل الطاقوي بالكيلووات ساعي فإن الطاقة تكون بالكيلووات والزمن يكون بالساعة. حينما يكون التحويل الطاقوي بالواط ساعي فإن الاستطاعة تكون بالواط والزمن يكون بالساعات، يعني هذا كل ما في الأمر. ثم في المرحلة الثانية أو في السؤال الثاني يقول أنجز التحويلات التالية مع تحويل أو مع توضيح طريقة الحل. إذا لدينا 3 كيلووات ساعي كم تساوي من جول؟ إذا هنا لدينا 3 كيلووات ساعي نقوم بتحويلها. إذا لاحظ أننا ضربنا 3 في 1000 وهنا حولنا الاستطاعة فقط، يعني الجزء المتعلق بالاستطاعة من الكيلووات إلى الواط، ثم ضربنا الناتج في الجداء الآخر اللي هو متمثل في تحويل الساعة إلى ثواني، ضربنا في 3600، بمعنى سنضرب هذا الجداء في هذا الجداء نحصل على قيمة الطاقة بالجول التي تساوي في هذا المثال 3 ملايين و600، معذرة 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 معذرة، هنا 3600 مضروبة في 3، بمعنى هنا يكون لدينا ننتبه إلى هذه النتيجة نصححها فيما بعد، يعني ليست 3 ملايين و600 ألف بل مضروبة في 3. إذن سنصححها لاحقا. هذا بالنسبة لتحويل الطاقة من الكيلووات ساعي إلى الجول. لدينا العملية الثانية، الزمن معطى بالساعة 0.1 ساعة كم يساوي من دقيقة؟ إذا لدينا 0.1 ساعة ضربناها في 60 لنحصل على 6 دقائق. إذا هذا بالنسبة للوضعية الثانية. الوضعية الإدماجية هذا نصها، يقول الميكروويف جهاز كهربائي يعمل على تسخين الأطعمة اعتمادا على أشعة يقوم بإصدارها كما هو موجود في الوثيقة 2 ألف، وأثناء ذلك يدور صحن مثبت يوضع فوقه صحن الطعام لتسريع تفاعل الأشعة كما هو مبين في الوثيقة 2، يعني هنا وثيقة داخل وثيقة 1. ما هي أنماط التحويل الطاقوي الموجودة في الجهاز؟ ثم سمي جهازا كهربائيا آخر يعتمد على نفس أحد أنماط التحويلات الطاقوية المعتمدة لجهاز الميكرويف. ثالثا احسب التحويل الطاقوي المحول من طرف الجهاز خلال 20 دقيقة من التشغيل بالجول والواط ساعي والكيلووات ساعي إذا علمت أن استطاعة الجهاز تساوي 1200 واط. إذا نبدأ بالجزء الأول لنبحث عن أنماط التحويل الطاقوي الموجودة في هذا الجهاز. إذا لدينا عناصر الجهاز، عناصر الميكروويف هي السخان جهاز التسخين أو المقاومة الكهربائية، والجهاز الثاني هو المحرك. إذا فما هي أنماط تحويل الطاقة؟ لدينا في على مستوى السخان هناك تحويلين، تحويل حراري مرفوق بتحويل إشعاعي، وعلى مستوى المحرك يكون تحويل ميكانيكي. جهاز يشبهه لدينا مجفف الشعر، إذا عناصر مجفف الشعر كذلك يتكون من سخان ومحرك. التحويل نمط تحويل الطاقة على مستوى المجفف الشعر، إذا على مستوى السخان لدينا تحويل حراري
أيضا تحويل إشعاعي، وعلى مستوى المحرك تحويل ميكانيكي لضخ أو دفع الهواء المسخن. نمر إلى الحساب الطاقة التي يحولها الجهاز خلال 20 دقيقة. إذا كذلك هنا أعددنا هذا الجدول لنجري عليه العمليات. إذا لدينا المقدار الفيزيائي الأول وهو الزمن، المقدار الفيزيائي الثاني وهو الاستطاعة. إذا هذه المعطيات المتوفرة في هذه الوضعية. الزمن لدينا 20 دقيقة، واستطاعة الجهاز هي بي تساوي 1200 واط. إذا فعلاقة الطاقة نذكر بها E يساوي بي ضرب تي، أي الطاقة المحولة تساوي استطاعة التحويل في زمن التحويل. قيمة هذه الطاقة بالجول، لنقوم بالحساب بالجول. إذا E يساوي بي ضرب تي، نطبق عدديا. E يساوي 1200 واط مضروبة في، لاحظ أننا حولنا الزمن من الدقائق إلى الثواني، أي ضربنا 20 دقيقة في 60 فحصلنا على 1200 ثانية. إذا 1200 واط في 1200 ثانية تعطي لنا الناتج E يساوي 1,440,000 جول. الآن نجد قيمة هذه الطاقة بالواط ساعي. إذا هنا طبقنا نفس القانون E يساوي P ضرب T، ولكن هنا حولنا الزمن إلى الساعة، أبقينا وحدة الاستطاعة بالواط، ثم حولنا الزمن. 20 دقيقة هي ثلث ساعة، أي ضربنا 1200 في 1/3، نجد الحاصل هو E يساوي 400 واط ساعي. ثم قيمة هذا المقدار بالكيلو واط ساعي. لدينا دائما نفس القانون إن أردنا، أو نقوم بالتحويل مباشرة، يعني نحول الطاقة من الواط ساعي الكيلو واط ساعي نقسم على 1000. إذا E يساوي 400 واط ساعي تقسيم 1000، ونجد الناتج هو E يساوي 0.4 كيلو واط ساعي. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، وموفقون بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.